هذا مدرب الاتفاق اليوم تحدث في تدريبات الفريق. استعدادنا ان شاء الله يكون استعداد جيد ويعني ووضع الفريق في سلم الدوري، وانها مباراه صعبه امام الانصار، لا سيما وان فريق الانصار يعني خاسر 18 مباراه، وهذه اصعب حاله تواجه الفريق الاخر. من الممكن ان لا تتنبأ بما سيقدمه الانصار، خاصه وانه قد سجل 4 لاعبين اجانب وجلب بعض اللاعبين. نحن أيضا يعني قدمنا بعد فوز على الأهلي في دور الأربعة، وهذه مكمن الصعوبة، ولكن بإذن الله سنقدم مباراة ونحاول أن نحقق النتيجة الإيجابية حتى يعني تكفل لنا المنافسة على بطولة الدوري والمنافسة الشديدة. أيضا مع الوضع في الاعتبار يعني نقص الفريق من خلال إصابة عبد المطلب الطريدي، إيقاف كارلوس اللاعب البرازيلي، أيضا بالنسبة للمدافعين أحمد عكاش ومبارك وجدي، ويعني التحاقهم في المنتخب الأولمبي، كل هذه عوامل ستؤثر أكيد على الفريق، ولكن يعني وجود البدلاء الجاهزين بإذن الله سيكون هناك التأثير يعني قليل، وسيقدم الفريق بإذن الله الصورة المعهودة منه وتحقيق 3 نقاط بإذن الله. Evo, mi nakon polufinalne utakmice u ulasku finala smo u jednom sjajnom raspoloženju. Kesle veli lahad. Imamo problema sa momčadi. Inde na mešaklima Farik. Ali to nesim biti opravdanje. To nesim biti razlog. Maje kun sebe. Da sutra ne pružimo sve od sebe. Ano gada ne labe, jani mije, o ne labe, no edi kuliši min indena. I osvojimo 3 boda. Telate nukat. Jedne momčadi. مع فريق ضد فريق انصار كويما بروبليما فريق عنده مشاكل علي كو اسو تكنيت تراجيلا اي جول اي بود اي بوبيدو، لكن فريق الذي كان يتطلب كله مباريات، يتطلب هدف ويتطلب نقاط.